تعي كافيري. خير؟ شوفي مسكي. شو القصة؟ كافيري أنا كتير مبسوطة، بتعرفي هي أول مرة بشوف أختي فرحانة من قلبها هيك. هاي هي القصة. سلام سارو. آه أنتي مو معقول قديشك طيبة، حتى قلالي اللي بيفكروا مثلك. أنتي بتنبسطي وقت تشوفي أي حدا مبسوط، كمان بتتأثري كتير وقت تشوفي حدا زعلان. مزبوط، لأنه ما عندي شي لأفرح أو أزعل عليه. ليش عم تقولي هيك؟ أنا عن جد عم بحكي، يعني هلأ كلياتكن في عندكن ذكريات بتفكروا فيها دائماً، حلوة أحياناً أو حزينة، قصصكن مع زواجكن، حبكن لإلن، كل حدا عنده شي خاص فيه. أما أنا ما في شي خاص فيني. فيك تقولي لهيك بتأثر بقصص غيري وبزعل وبفرح على حسب حالتن هن. سارو ما بتتضايقي من وضعك هاد؟ ما بعرف إذا بتضايق ولا صار شي عادي، بس أحياناً بحس بالوحدة. صار لي فترة عم فكر بهالموضوع كتير، يعني كل اللي حواليي تزوجوا بس أنا اللي ما تزوجت، ما بعرف ليش. صرت عم فكر اتزوج أي حدا، غني أو فقير وشو ما كان شكله، حتى المهم إني اتزوج وبس. بدي حس إنه هالشخص إلي لوحدي. هي أنا تزوجت وهلأ عم حس إني وحيدة مثلك. من لما لاكسمي كانتو جاي رجعوا لهون صرت أتذكر أيام زمان، قصدي لما كنت متزوجة صرت أتذكر اللحظات الحلوة اللي عشناها سوا، كل شي. وحسيت إني بلشت أشتاق له لديفاندرا. جنفي؟ من إمتى أنت هون؟ هلأ أجيت جبت لك شاي. كافيري هلأ في حدا بيشرب شاي؟ راسي وجعني لهيك طلبت منهم يعملوا لي شاي. ايه كنا عم نقول إنه لازم ننزل ونساعدكن لأنه الطبخة صارت كبيرة، مو هيك؟ مزبوط. يلا مو مطولين، بس لتخلص كاسة الشاي تبعها. سارو يا ترى بتكون سمعت شي؟ ما بتصور إنها سمعت. اشربي الشاي هلأ. رح اشربه مشان ننزل.